أجدادي أجدادي الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه خدت الكاميرا والتسجيل، وتاريخ مصر معايا دليل. خدت الكاميرا والتسجيل، وتاريخ مصر معايا دليل. وحسافر في الزمن الماضي واجحكيلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه. بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثرات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة. الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر. مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد وخوفه وجد عمر لما نزل في اسكندرية. منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطار الجيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراي مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر. الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر. مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام جدودنا كانت بقى.
حطيتوها حترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. بس انت مش عارفه مين العريس. اكيد شاب جميل زيها. عجوز قوي 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 قوي. عجوز لكن ايه، حليوه واسمر وذهب وسكر وارغوله في ايده. ده يبقى النيل. النيل؟ هيجوزوها للنيل يا استاذ؟ الله، انت مش عارفه ان كل سنه في مصر كانوا بيختاروا بنت يجوزوها للنيل او بالتحديد يرموها له؟ حرام حرام البنت دي. أو ده اللي عمله الفاتح الإسلامي سنة 641. الله، طب دي نفس السنة اللي احنا فيها دلوقتي. مظبوط. يعني البنت دي ممكن ما تترميش؟ طبعا، الإسلام لغى العادة الوحشة دي البشعة دي. طب ما تروح يا أستاذ. أروح فين؟ روح طمن الست دي على بنتها. طب وديني على هناك يا عزة. حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي. ايه؟ اطمني يا ام العروسه، بنتك مش هتترمي في النيل. ايه؟ الفاتح الاسلامي اللي جه مصر عارفاه؟ طبعا. قصدك لا، اوعي تقولي على اسمه. اوعي اوعي، خليها في سرك. ليه؟ مش مهم ليه، المهم انه مش هتعجبه فكره عروسه النيل دي. ف بعت لامير المؤمنين علشان ياخد رأيه. امير المؤمنين عمر بن الخطاب بعته في المدينة علشان يستشيره. كويس كويس بس قوي. امير المؤمنين هيأمر بمنع هذا العمل الغير انساني. يعني بنتي مش هتترمي في النيل. ده كان زمان يا هانا. يعني بنتي مش هتموت؟ لا، بنتي هتعيش. طبعا طبعا، الاسلام دخل مصر علشان الناس تعيش مش عشان الناس تموت. خد تعالى وصل عمو فؤاد. من هنا يا عمو فؤاد، تعال وراي. اوام لقط الاسم هايل. تفضل يا عمو فؤاد، من هنا يا عمو فؤاد. تفضل. شكرا. افتح افتحوا الباب. افتح يا سيد. انت يا استاذ يا محترم اللي دخلتني هنا، افتح. عاجبك كده يا عزه؟ جيت اطمن الست حبستني. معلش يا استاذ، ما تندمش على عمل الخير، البركه في اللي. لا 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 لا، استني استني. ايه؟ وديني على خيمه الفاتح الاسلامي. واجب تقابله فعلا. أترى هذا الرجل يا جبير؟ نعم. استعد إذن لمواجهته. بقول لك إيه يا أخ العرب، مش ممكن تعمل لي خدمة جدعانة؟ تدلني على مكان الأمير؟ إنه ليس ها هنا. سنأخذك إلى كبير معاون الأمير، ولكن حذاري، وإلا فهذا. السلام عليكم يا معاون الأمير. وعليك السلام يا معاذ. وجدنا هذا الرجل
فأمسكناها. حسن اترك. ياللي دخلت بأمر الله مسلم عارف حق الله. مصر كبار وصغار بتقولك أهلا بيك وبدين الله. دين الحب ودين النور، دين الحرية المنصور. بكفاحك وكفاح إخوانك أصبح في العالم منشور. يصونه ويرعاه الله يا حامل راية الإسلام. مصر جنينة وبرج حمام، عاشت تحلم بالحرية، والحرية في الإسلام، والإسلام نعمة من الله. مصر تحب العدل يسود، لو غاب تبكي عيونها السود. شافت ياما وجيت خلتها، غير الله ملهاش معبود، ولا تخضعش لغير الله. توتا 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 آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها هنشوفها هنشوفها. والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد ويا الأجداد. عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد ويا الأجداد، راح يقابلهم واحد واحد ويدردش مع ثلاثين واحد، يحكي حكاية مصر الغالية ويفكرنا بالأمجاد. عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد ويا الأجداد، راح يقابلهم